سهل بل مليء بالمصائب والآلام، محفوف بالمخاطر والهموم والغموم. ولقد تنزل على الأنبياء وهم أحب الخلق إلى الله من المصائب والآلام ما الله به عليم. لذلك قال ابن القيم: يا دني الهمة، يا ضعيف العزم، الطريق طريق ناح فيه نوح، وألقي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، ونزل الضر على أيوب، وفقد الولد يعقوب، وأدخل السجن يوسف، ونشر بالمناشير يحيى، وشج رأس الحبيب. لكنكم تستعجلون، إذا نام المسافر واستطال الطريق فمتى يصل إلى المقصود؟ السلعة غالية، لذلك كان لابد أن يكون الثمن غالي. فماذا قدموا؟ قدموا كثير، قدموا في الطريق ما لا يخطر على البال. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا، كل في سبيل الثبات، كل في سبيل نصرة هذا الدين. خذ من دمائنا اليوم حتى ترضى، بذلوا الأنفس والمهج والأموال. لما خرج نور الرسالة في مكة بدأ الأتباع يزيدون يوما بعد يوم، لكنهم كانوا قلة قليلة. صبت قريش عليهم جام الغضب، منهم من لم تكن له قبيلة تؤويه ولا عشيرة تنصره ولا مال يدافع به عن نفسه ويساومهم بماله. أتباع الأنبياء دائما الضعفاء، أتباع الأنبياء دائما هم الضعفاء. لذلك سأل هرقل أبا سفيان حين وفد قريش إلى الشام، وسمع هرقل بأخبار المسلمين، وسمع أنه قد خرج فيهم ذلك الرسول وهو يقرأ خبره في التوراة والإنجيل، فقال: جئوني بهم. ثم قال: من أقربكم منه نسبا؟ قالوا: هذا، يعني أبا سفيان. قال: أصدقني في الحديث. وجعل قومه من خلفه وقال لهم: إني سائله، فإن كذبني فكذبوه. استوثق منه أولا، ثم بدأ بطرح الأسئلة. قال: كيف هو فيكم؟ يعني محمد بن عبد الله، كيف نسبه فيكم؟ قال: هو من أحسننا نسبا. قال: هكذا الأنبياء تبعث في أحسن أقوامها نسبا. قال: هل كان في أهله ملك؟ قال: لا. قال: لو كان لقلنا كان يطلب ملك أهله. قال: من أتباعه؟ وهنا الشاهد. قال: أتباعه الضعفاء. قال: هكذا هم أتباع الأنبياء دائما، هم الضعفاء. لماذا؟ لأن لا أحد يعطيهم حقوقهم كاملة إلا منهج لا إله إلا الله. لا يجعل الجميع سواسية وينبذ الخلافات والفروقات بين البشر إلا منهج لا إله إلا الله. لا يضمن المساواة للبشرية كلها إلا منهج لا إله إلا الله، فالكل تحته سواسية، الناس عند الله كأسنان المشك. قالوا: لنوح من قبل أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. قال: واسمع ما قال. قال هرقل كلمة عجيبة. قال: هل يرتد منهم أحد عن دينه لسخطة يسخطها؟ ينكصون على أعقابهم. قال أبو سفيان: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فلماذا ينتكس الشباب اليوم؟ والله لا ينتكس إلا الذي لم يستشعر الإيمان وحلاوته، والله لا ينتكس إلا الذي لم يستشعر الأنس والقرب بالله جل في علاه. إذا فرح أهل الدرهم والدينار بدنانيرهم، فرح أهل الآخرة بخلواتهم مع الله. إذا فرحوا بجاههم وسلطانهم وجلوسهم مع ملوكهم وزرائهم، فرح أولئك بخلواتهم مع كتاب الله جل في علاه. إن مالت أنفسهم إلى الدنيا ذكرهم كلام الله بما أعد لهم في جنات النعيم. الشاهد أنهم الضعفاء، الشاهد أنهم لا ينتكسون، يأخذون بأسباب الثبات. فماذا صنعت قريش؟ بالضعفة والفقراء والمساكين؟ جروهم في طرقات مكة على وجوههم، أحرقوا جلودهم يمنة ويسرى، سجن وتعذيب واضطهاد، وما نكص منهم واحد على عقبه. سجن وتعذيب واضطهاد، ما نكص منهم واحد على عقبه. بلال حبشي ضعيف مسكين، صبت عليه قريش من العذاب ما الله به عليم.
وما قدم لهم تنازلات، ما قدم لهم تنازلات، مع أنه باستطاعته أن يقدم تنازلات وهو معذور تحت وطأة العذاب. اليوم بدون تأثيرات خارجية يتساقط الشباب، اليوم بدون مؤثرات خارجية لشهوات عارضة أو لشبهات طارئة يتساقط كثير من الشباب والشيب. أما أصحاب محمد فقد تعلموا الثبات من محمد. لا تقل الزمان اختلف، الإغراءات هي الإغراءات، ما تغيرت ولا تبدلت، الإغراءات هي الإغراءات. فتنة النساء منذ ذاك الحين، وفتنة المال منذ ذلك الزمان، وفتنة التعذيب والإضطهاد تفننت وتغيرت من حين إلى حين، لكن الامتحان هو الامتحان والابتلاء هو الابتلاء. لم نخرج من ديارنا ولم نترك أموالنا وما قتلنا ولا شردنا، ومع هذا ينتكس كثير، وهم قتلوا وشردوا وعذبوا واضطهدوا وما نكس منهم واحد على عقبين. خير خباب وقد أثرته قريش، خيرته بين الكفر وبين الإيمان، وخرجوا به إلى التنعيم وصلبوه، ثم قبل صلبه وتعذيبه جاءه الخيار: أترضى أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك؟ أترضى أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك تأكل وتشرب منعم؟ قال: والله ما أرضى أن يشاك محمد بشوكة وأنا بين أهلي. أكفر تنجو؟ قال: أبد، لا أبدل الدين مهما كانت الإغراءات. خيروه ساوموه على دينه؟ أبدا ما غير. أنشد وقال: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، ولقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، وما بحدار الموت إني لميت ولكن حدار جحم نار ملفعي، ولقد خيروني الكفر والموت دونه ولقد هطلت عناي في غير مجزعي، ما بحدار الموت إني لميت ولكن حدار جحم نار ملفعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي، فعل بهم عجب العجاب، ومع هذا ما نكص منهم واحد على عقبين. من أين تعلموا هذا؟ من أين استمدوا العزة والثبات؟ استمدوها من القرآن، ورب العزة يناديهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، الطريق مليء بالمصائب والآلام، وليس بالطريق المفروش بالورود والأزهار. أعيد وأكرر: السلعة غالية، لذلك كان لابد أن يكون الثمن، كان لابد أن يكون الثمن غالي. فماذا قدمنا؟ اسأل نفسك ماذا قدمنا؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت من الثابتين ورجل من الرجال وبطل من الأبطال، قال له: اذهب إلى مكة وأتني برأس فلان. فلان هذا بدأ يجمع الناس من حوله يريد أن يقتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله ما أعرفه، وهو عبد الله بن أنيس، ما أعرف الرجل، والرجل يقال له خالد الخذلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: علامة الرجل أنك إذا رأيته تهابه. كانت العرب تقول عن خالد الخذلي أنه رجل بألف رجل. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبره لم يرسل كتيبة ولم يرسل سرية كاملة، إنما أرسل جنديا واحدا، رغم عظمة التكاليف وشقتها وصعوبتها ما تخلف منهم رجل واحد. قال: سمعا وطاعة، لكني ما أعرفه. قال: علامة الرجل كذا وكذا. وصل إلى ميناء حيث أقام خالد الخذلي معسكرة، جاءه بحيلة والحرب خدعة، قال: أنا أريد أن أنضم إلى الذين معك الذين يريدون قتل محمد صلى الله عليه وسلم. فضمه إليه وقربه، وكان ذو رأي ومشورة، فأدناه منه واستأمنه. بعد أيام هو وإياه يسيرون خلف الخيام بعيدا عن أعين الناس. فرصة، اجتر عبد الله بن أنيس سيفه واجتز رقبة الرجل، ورجع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهمة قد تمت. رجع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المهمة قد تمت. سبقه الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر النبي، الوحي يخبر النبي أن الجندي قد أتم المهمة على أكمل وجه. فما إن دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه. حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الوجه. وإن قالها النبي فقد أفلح بأبي هو أمي، إن قالها فقد أفلح من قيلت له. أفلح الوجه، خذ عصاتي توكأ عليها
أعرفك بها يوم القيامة، وقليل هم المتوكئون. لما مات عبد الله بن أنيس أمر بتلك العصا أن تدخل معه في قبره، شاهد وعلامة أنه أطاع الله وأطاع الرسول. كم كانت التكاليف صعبة، وكم كانت المهمات شاقة على الرجال، ومع هذا ما تخلف منهم رجل واحد. تأتي الأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أرسل رسله إلى الشام أن الروم تطاولت على رسله وقتلت مجموعة من الرجال دخلوا الشام للدعوة إلى الإسلام سلما، ثم الغساسنة تطاولوا على رسول الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلوه، فحز ذلك واشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم 3000 رجل، أرسل إليهم 3000 رجل، حتى تعلم فارس والروم أن في المدينة رجال يحمون عن حياض هذا الدين ويصونون أعراض النساء، فأرسل إليهم 3000، ساروا على بركة الله وبأمر من نبي الله صلى الله عليه وسلم. تعدادهم 3000. جهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ورتب الإمارة، قال يحمل الراية زيد، ثم يحملها جعفر، ثم يحملها عبد الله بن رواحة، وساروا على بركة الله. وصلوا إلى مؤتة، سمعت الروم بأخبارهم، فخرجت مرتزقة الروم العرب 100,000، وخرج نصارى الروم 100,000، فاجتمع في ذلك اليوم على 3000 أكثر من 200,000 مقاتل. أسألكم بالله، ماذا يستطيع 3000 من الرجال أن يفعلوا أمام هذا العدد الكبير؟ ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء أمام 200,000 من الرجال لو طوقوهم من كل الجهات؟ أما انتهى الأمر في ساعات، بل أقل من ذلك. تشاوروا فيما بينهم البين، نرجع نرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نخبره بواقع الحال. فقالوا فيما بينهم البين، أنتم لماذا خرجتم أصلا؟ وماذا تطلبون وماذا تريدون؟ ألستم طلاب جنة؟ وهذه الجنة قد فتحت أبوابها، الجنة تحت ظلال السيوف، الجنة تحت ظلال السيوف. تشاوروا فيما بينهم البين، قالوا لا طريق إلى المدينة، إما النصر وإما الشهادة، أما للمدينة فلا طريق، إما الجنة وإما الانتصار. فأعدوا العدة ودخلوا داخل قرية يقال لها مؤتة، وسميت المعركة باسمها. تحصنوا في داخلها على مدى 6 أيام، حرب ضروس، والروم بعددها وعدادها تحاول أن تنتصر من هذه القلة فما استطاعت. 6 أيام من الكد والكار. في اليوم السادس قتل زيد، في نفس اليوم قتل جعفر، في نفس اليوم قتل عبد الله بن رواحة. في المدينة التف الصحابة رجالا وأطفالا، والنساء يتابعون الأخبار حية على الهواء، يتابعون أخبار الجيش الذي يقاتل من أجل نصرة الإسلام والمسلمين. أريدك تتخيل الواقع اليوم، هم التفوا حول نبيهم يتابعون أخبار المسلمين، والنبي ينقل لهم المعركة حية على الهواء وحيا، واليوم نجلس أمام الشاشات ونجلس أمام القنوات حتى نتابع أخبار المباريات. هذا الفرق بين الأمس وبين اليوم، هم التفوا يتابعون أخبار المسلمات والمؤمنات لينصروا الله وينصروا رسوله، ونحن اجتمعنا على شاشات وقنوات في ضياع لا يعلمهم إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينقل لهم أخبار المعركة، قتل زيد، ثم سكت، ثم قال قتل جعفر، ثم سكت، ثم قال قتل عبد الله بن رواحة، ثم سكت، ثم استرجع وقال ولقد رفعوا إلي في الجنة، يعني القادة الثلاثة، ولقد رفعوا إلي في الجنة. تعال نرجع إلى أرض المعركة. في أرض المعركة بعد سقوط القادة الثلاثة حمل الراية ثابت بن أكرم، حملها ثابت، فقال يا أيها المسلمون أمروا عليكم أميرا. فقال لخالد بن الوليد احمل الراية، قال خالد أنت أقدم هجرة وأعظم مكانة وأسبق في الإسلام، أنت أحق بحملها. قال ثابت والله ما حملتها إلا لك. لم يمضي على إسلام خالد إلا 3 أشهر، لم يمضي على إسلام خالد حينها إلا 3 أشهر. خالد الذي خاض المعارك ضد المسلمين وصنع بهم ما صنع يوم أحد، الآن يخوض أول معركة مع الإسلام رافع راية لا إله إلا الله. قال ثابت احملها يا خالد، فما حملتها إلا من أجلك أنت. ثم نادى ثابت بالجيش وقال أترضون بخالد بن الوليد قائدا عليكم؟ قالوا رضينا. فتولى خالد الإمارة وحمل الراية، ثم صعد إلى أعلى مكان في المعركة وميز الأرض وميز المواقع وغير الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة، وبدأ يصول ويجول. في المدينة بعد أن حمل خالد الراية استرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتل فلان، ثم قتل فلان، ثم قتل فلان، ولقد رفعوا إلي في الجنة. ثم قال أما الآن، أما الآن فلقد حمل الراية سيف من سيوف الله، ولقد حمل وطيس
حمى بكل ما تعني الكلمة. القتال حينها لم يكن كالقتال اليوم، قتال الجبناء، قتال الفرار الذين يرمون القنابل ويهاجمون بالطائرات النساء والأطفال، بل كان الرجل يواجه الرجال فتتطاير الرؤوس وتتقطع الأشلاء. لك أن تتخيل في ذلك اليوم تعداد المسلمين 3000 وهم يواجهون أكثر من 200,000، يعني كان مطلوب من الرجل أن يواجه 70 رجل، كان مطلوب من الرجل الواحد أن يواجه 70 رجل من الكفار. أسألك بالله، من أين استمد القوة؟ وأي صنف من الرجال هؤلاء؟ هم آبائي وأجدادي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يجري المجامع. بأصناف هؤلاء الرجال تنتصر الأمة على العدد والعدة. يوم أن استغاث أبو عبيدة بعمر بن الخطاب يطلب المدد، أرسل له 4، قال: أرسلت لك 4 الرجل بألف، أرسلت لك 4 الرجل بألف. ومرة أخرى أرسل له رجل واحد، أرسل المقداد بن عمرو، قال عمر لقائد المسلمين هناك: أرسلت لك رجل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه: جيش فيه المقداد لا يهزم بإذن الله، جيش فيه المقداد لا يهزم بإذن الله. كم نحتاج إلى قراءة سيرة أولئك الرجال؟ كم نحتاج إلى أن نعيد ماضي أولئك الآباء والرجال؟ غير خالد الميمنة والميسرة وبدأ يصول ويكر مع الرجال والأبطال. حاولت الروم، حاولت تطوق المسلمين، ما استطاعوا. في اليوم الأخير من المعركة غير خالد الموازين وأرسل رجالا خلف الجيش يثيرون الغبار ويكبرون ويملؤون أرض المعركة بالتكبير. خافت الروم، قالت: على مدى 7 أيام ونحن نقاوم ولم نستطع عليهم، الآن وقد أتاهم مدد من المدينة كيف سنستطيع أن نقاومهم؟ ثم بدأ خالد مع 100 من الرجال يصلون ويكرون فرة حتى أوقعوا فيهم مقتلة لم تشهدها الروم من قبل. ثم بدأ يسحب الرجال من أرض المعركة بخطة عبقرية عجيبة يشهد له التاريخ حتى يومنا هذا. فأخرج الجيش من أرض المعركة بعد أن أدب الروم وبين لهم أن في المدينة رجال يذودون عن خيار هذا الدين. الآن الواقع، المدينة تستقبلهم، خرج الأطفال والنساء، خرج الأطفال والنساء لاستقبال الجيش. فكيف استقبلوهم؟ استقبلوهم بالحجارة، مع أنهم أبلوا بلاء حسنا وضحوا تضحيات لا يعلمها إلا الله. استقبلهم الأطفال والنساء بالحجارة يقولون لخالد ومن معه: تفرون من الموت في سبيل الله، تفرون من الموت في سبيل الله، يا فرار يا فرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار بإذن الله. ما الفرق بين الأمس واليوم؟ أنا أقول لك، بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالدا ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة، كانوا يقولون لخالد ومن معه: إلى أين يا فرار؟ واليوم أطفالنا يستقبلون غانية ومطربا بيده قيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. بالأمس كان صغارنا يستقبلون خالد ومن معه في أزقة المدينة بالحجارة، كانوا يقولون لخالد ومن معه: تفرون من الموت يا فرار. واليوم صغارنا يستقبلون غانية ومطربا بيده قيثار ولاعبا في صالة المطار بالورود والأزهار. مستار يا مستار، هذا زمان العار، من طنجة إلى قندهار معتقل يعيش حالة احتضار. أمتنا ليس لها قرار، أمتنا ألعوبة باليمين واليسار. نرجو صلاح الدين، ندور في مأساتنا حتى أصابنا الدوار، لكن لا خيار من موتنا فوق شغار السيف حتى يصير الشوك جل نار. موقنون يا مستار بحقة المشبار، فإن النصر مع الصبر والصراط فوق النار. هذه باختصار كلمات اعتذار عن أمة تعدادها مليار ليس لها قرار. أزيدك من أخبار الضياع والضائعين والمنتكسين، برنامج في التلفاز يسمى أكاديمي ستار ينشر الفاحشة والرذيلة ويصوت له المسلمون، يصوتون للعاهرة وللفاجر وللمغني والمغنية أيهم أدى دور الفجور كما ينبغي، ثم يستقبلون المكالمات والتصويت. تقول الإحصائيات: الذين صوتوا لذلك البرنامج من العالم الإسلامي في أيام 70 مليون،
70 مليونا صوتوا للعهر والفجور والضياع. ويوم أن نادت الأمم المتحدة، يوم أن نادت للتصويت لرد الحرب عن الضعفاء في أفغانستان، لم يصوت من المسلمين إلا 3 مليون. لم يصوت حتى لا يقتل المسلمين ولا تنتهك أعراضهم ولا تسال دماؤهم. لم يصوت إلا 3 ملايين، وصوت للعهر والضياع 70 مليون. دار أبو الدرداء مكة بعد حين، فرأى من أهلها عجبا، رآهم قد تطاولوا في المساكن، توسعوا في المشارب والمآكل، فأخذ يطوف على الكعبة وهو يقول: يا أيها الناس، أنا جندب ابن جنادة أبو ذر، أنا جندب ابن جنادة صاحب رسول الله، فأقبلوا علي فأنا لكم ناصح مشفق أمين. فالتفوا من حوله وهم يقولون: ماذا عندك يا صاحب رسول الله؟ فقال: أرأيتم لو أن رجلا أراد السفر ألم يكن يعد للسفر عدته؟ قالوا: بلى. قال: فإن سفر الآخرة أطول ما تريدون، فأعد له عدته. قال: وما عدته؟ قال: صلوا في ظلمة الليل لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حرة لطول يوم النشور، وحجوا حجة لعظائم الأمور، واجعل الدنيا مجلسين، مجلس في طلب الآخرة وآخر يضرك لا تريده، واجعل الدرهم درهمين، درهم تنفقه في سبيل الله وعلى عيالك في حلة، وآخر يضرك لا تريده. ما لي أراكم تبنون ما لا تسكنون، وتجمعون ما لا تأكلون، وتؤملون فتطيلون، لقد قتلكم حرص على الدنيا لستم ببالغين. الله أكبر، توسعوا قليلا في المأكل والمشرب والمسكن. فقل إلى الله المشتكى، إلى الله، إلى الله المشتكى. كيف لو جاء أبو ذر ورأى في واقعنا اليوم؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى أطفالنا ونساءنا يتمايلون مع الأغاني والألحان؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى أرصدتنا في البنوك الربويات؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى القصور الشاهقة لا يسكنها إلا 2 أو 3؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى الشاشات والقنوات تصول وتجول في بيوتنا؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى الأسواق والمجمعات ونساؤنا كاسيات عاريات؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى عباد البقر وهم يهدمون مساجدنا؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى عباد الصليب؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى عباد الصليب ينتهكون أعراضنا؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى أحفاد القردة والخنازير يتحكمون في مصيرنا؟ كيف لو جاء أبو ذر ورأى واقع المسلمين اليوم؟ لا تلمني، لا تلمني، فلا يلام الجريح حين يشكو وحين تشكو الجروح. لا تلمني، فلا يلام طريد، لا يلام المظلوم حين يصيح. لا تلمني ولم خافقا بين جنبيك، لم يخفق، لم تحتضنه القروح. وأنا لن ألوم من مات حسا، إنما اللوم للذي فيه روح. وأنا لن يضيق باللوم صدري، إن صدر المحب كون فسيح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن قضية الثبات لابد أن تستمد من كتاب رب الأرض والسماوات. حتى تثبت خذ بأسباب الثبات، واصنع مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، اصنع مقارنة بين الفانية وبين الباقية. أما أيام الدنيا فمعدودة محدودة، كم ستعيش؟ عش ما بدالك، عش ما بدالك، 1000 بل 2000، ثم المصير إلى النهاية والموت والزوال. وأيام الآخرة لا تنتهي ولا تنقضي، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. في الدنيا مرض ووهن ومصاعب وآلام، أما هناك إن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا. هنا من طفولة إلى شبيبة إلى كهولة إلى شيخوخة ثم إلى النهاية والمصير، هناك إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. لا تنقضي أيامها ولا يمرض أهلها ولا يبلى شبابهم. تبدل هذه بتلك؟ يا عجبا، يا عجبا للناس لو فكروا، حاسبوا أنفسهم أبصروا.
وعبروا الدنيا إلى غيرها. إنما الدنيا لهم معبر لا فخر إلا فخر أهل التقى. غدا إذا ضمهم المحشر ليعلمن الناس أن التقى والبر كانا خير ما يدخر. حتى نثبت لابد أن نعرف ما الأجر المترتب على الثبات، ما الأجر المترتب على الثبات. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول بأبي وأمي والذي نفسي بيده إنكم لتتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري في السماء. أسألك بالله العظيم كيف وصلوا، أسألك بالله العظيم كيف وصلوا إلى تلك المراتب الرفيعة وإلى تلك الدرجات العالية. ذكر الله كيف ثبتوا وكيف وصلوا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال أهل التفاسير لما وصف نهارهم كان من المناسب أن يصف ليلهم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ثم انظر في توحيدهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ثم قال وساق والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الآية تغير مجرى القوم، آية واحدة تغير مجرى القوم. فانظر ماذا صنعت فينا الآيات في القرآن من الأوامر بإقامة الصلاة أكثر من 90 أمر. ثم انظر في واقعنا مع صلاتنا ويقرأ على أبي الدحداح آية واحدة تغير مجرى حياته. يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ملك الملوك يستقرضنا، الغني يستقرض الفقراء، القوي يستقرض الضعفاء. قال كيف ذلك يا أبا الدحداح؟ قال ليس الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال نعم يا أبا الدحداح، هو يستقرضكم حتى يرفع من درجاتكم. انظر ماذا تصنع الآية. قال يا رسول الله إن لي بالمدينة حائطا يعني بستانا فيه 600 نخلة أني أقرضته الله ورسوله. تدري إيش معنى 600 نخلة؟ يقول علي رضي الله عنه وأرضاه كان الرجل منا يعمل من طلوع الشمس إلى مغيبها بأجرة تمرة أو تمرتين. وكم أعطى الرجل؟ 600 نخلة. يقول يا رسول الله أشهدك أن لي بالمدينة حائطا فيه 600 نخلة أني أقرضتها الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كم لأبي الدحداح من جذع نخل في الجنة. يخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستانه إلى حائطه. اسمعي بارك الله فيك، هناك كانت أم الدحداح تلاعب الصبية والصغار تمر وبلح وخضرة وحبور. يخاطبها شعرا يقول بيني يعني أخرجي بيني من الحائط بالودادي فقد مضى قرضا إلى التنادي أقرضته الله على اعتمادي إلا رجاء الضعف في المعادي والبر لا شك فخير زادي قدمه المرء إلى التنادي. أسألك بالله العظيم ماذا تظنين أنها تقول؟ تقول ضيعت أولادنا؟ ضيعت مستقبلنا؟ تخاطبه شعرا تقول بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ومنح قد متع الله صغاري بالعجوة السوداء والتمر البلح والمرء يسعى وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح وقذفت التمرات والبسرات وأخذت الصبية الصغار من أيديهم وخرجت خالية اليدين. بماذا؟ بآية. لذلك قال الله عنهم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين لا يشهدون الزور الباطل من احتفالات وأعياد ما أنزل الله بها من سلطان، من احتفالات وأعياد ما أنزل الله بها من سلطان. أفراحنا في انتصارات المسلمين لا في اللهو واللعب والضياع. كانوا يحتفلون بانتصاراتهم في أحد والقادسية واليرموك، فأين انتصارات المسلمين اليوم؟ يقول قائلهم رفعنا راية لا إله إلا الله في ملاعب الكرة بعد أن كانت ترفع في أراضي القتال، رفعها الرجال. كانوا أصحاب عاهات وإعاقات لم تحل بينهم وبين الوصول إلى الجنة. عمرو بن الجموح أعرج شديد العرجة يأتي إلى أبنائه حتى يشهد معركة أحد مع المسلمين
فيقولون له أنت من أهل الأعداء وقد عذرك الله، فيجادل أبناءه ويجادلونه لرده عن القتال، فيذهبون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الأعداء، فيقول بأعلى صوته يا رسول الله والله لأطعن بعرجة الجنة، والله لن تحول إعاقتي بيني وبين الجنة، ولقد صدق فيما قال وكان من شهداء ذلك اليوم. لما رأى النبي صدقه قال خلوا بينه وبين ما يريد. قد تقول أعرج، أقول لك بل الأعمى، حتى الأعمى، فليس الأعمى عمى البصر لكن العمى عمى البصيرة، إن العمى ليس عمى الأبصار، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يوم أن نادى عمر بخروج جيش اليرموك، خرج ابن أم مكتوم، خرج مع الخارجين، لبس عدة القتال، فقال له عمر إلى أين؟ قال يا ابن الخطاب تحول بيني وبين الشهادة. قال ماذا تصنع معهم؟ قال أكثر سواد المسلمين، قال أكثر سواد المسلمين، فإن لم تكن معهم لا تكن ضدهم، لا تحارب أهل الاستقامة إن لم تستطيع أن تفعل فعلهم، فلا تكن ضدهم. خرج، فلما صفت الصفوف لم يقف مع المتأخرين في خلف الصفوف مع الجبناء، بل توسط أرض المعركة وقال لهم أنا أكفيكم الراية، أنا أحمل راية لا إله إلا الله في أرض المعركة لا في الملاعب والمدرجات، أحملها والدماء تسيل والأجلاء تتطاير. أتدري إيش معنى حمل الراية؟ من أصعب المهمات في أرض المعركة أن تحمل الراية، فكل فريق يسعى لإسقاط راية الفريق الآخر. وبدأت الرماح والنبال تأتيه يمنة ويسرة وهو قد رفعها ثابتا راسخا في أرض المعركة. بدأت المعركة مع طلوع الشمس، تعداد المسلمين 40,000 يزيدون أو ينقصون، تعداد الفريق الكافر 240,000. لم يأتي مغيب شمس ذلك اليوم إلا وقد حسمت المعركة. أوقع المسلمون في الروم في ذلك اليوم مقتلة بلغت أكثر من 120 كافر، أكثر من 120,000 قتلوا في ذلك اليوم. وصلى خالد في آخر اليوم في خيمة قائدهم يساومون المسلمين قبل بداية المعركة، يقول ما هال لخالد، لقد أخبرنا أنه ما أخرجكم من دياركم إلا الجوع والفقر والحاجة، أعطي كل واحد منكم 10 دنانير ذهب، أعطي كل واحد منكم 10 دنانير ذهب وأعطيه راحلة وزاد وطعام وكسوة، اذهبوا وارجعوا لي من السنة القابلة أعطيكم مثلها. يريد يكسر عزة المؤمن وثبات الصادقين، فقال له خالد بعزة المؤمنين المستمدة من كتاب الله جل في علاه، قال ما والله ما أخرجنا الجوع ولا الفقر ولا الحاجة، إنما أخرجنا أننا قوم نحب أن نشرب الدماء، وقد أخبرنا أن دماء بني الأصفر من أطيب الدماء، من أجل ذلك خرجنا. ثم كبر خالد وكبر الجيش معه، يقول أحدهم لأبي عبيدة في أرض المعركة إني قد عزمت على الشهادة فأوصني، إني قد عزمت على الشهادة ولقاء النبي صلى الله عليه وسلم فأوصني. قال أقرئ النبي مني السلام وقل له إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أقرئ النبي مني السلام وقل له جزاك الله عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وقل له إنا والله وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فأين هم الرجال اليوم؟ ها هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم أحاد. يا ويحنا ماذا أصاب شبابنا، يا ويحنا ماذا أصاب شبابنا وشيبنا، أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ لماذا يتساقط الناس أمام شهوات أمام مغريات؟ فما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. جاءت قريش تساوم النبي، قالت أعبد إلهنا يوم ونعبد آلهتك يوم، فقال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يساومونه، أعبد يوما ونعبد يوما أبدا، الحق لا يقدم تنازلات للباطل. قالوا أرنا آيات، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من عنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أفلق لنا القمر فانفلق القمر، انشقت الساعة اقتربت الساعة
وانشق القمر آمنوا ما زادهم إلا طغيانا كبيرا. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قال عتبة بن ربيعة: دعوني أساوم محمد، دعوني أساومه علّه يرجع عما هو عليه. فجاءه يعرض عليه الملك والشرف والمال والنساء، قال: يا ابن أخي ألك من عرض أعرضه عليك؟ قال: قل يا أبا الوليد. قال: يا محمد جئتنا بأمر لم نعرفه، سبحت الأحلام، شتمت الآلهة، فرقت بين الأب وأبيه والأخ وأخيه، تعال نعرض عليك أمور. سبحان الله، مساوماتهم كلها لم تصنع شيئا، فبدأوا بإعطاء الإغراءات التي أسقطت كثير من الذين ساروا على الطريق. قالوا: تريد ملك؟ ملكناك، إيش رأيكم بالعرض؟ يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي حتى يتساقط أهل الدنيا، إنما أهل المبادئ طلاب الجنة لا يتساقطون أمام هذا. قالوا: إن كنت تريد ملك ملكناك، إن كنت تريد شرف شرفناك، إن كنت تريد سؤد سودناك، إن كنت تريد مال جمعنا لك حتى تكون أكثرنا مالا، تريد نساء زوجناك، المهم أنك تكف عن هذه الدعوة، المهم أنك تكف عن هذه الدعوة. قال: فرغت يا أبا الوليد، انتهيت. قال: نعم. قال: اسمع مني، اسمع مني، هذه عروضكم، اسمع العرض السماوي. بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إنا عاملون، إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. والكافر يستمع، فلما بلغته هذه الآيات ارتجف في مجلسه وصعق من هول هذه الآيات، فقال: يا محمد أسألك الله والرحم، أسألك الله والرحم لا تكمل، لأنه يعلم أن محمد إذا قال صدق، يعلم أن محمد إذا قال صدق، وإذا اؤتمن أدى، وإذا عاهد وفى. قال: أسألك الله والرحم لا تكمل يا محمد. فرجع إلى قومه يجر أذيال الهزيمة: ملك يا إخوان، وإمارة وسؤدد وشرف ومال ونساء وشهوات ولذات، نعطيك إياها، لكن طلاب الجنة لا يتنزلون أمام هذا. عندكم عرض أغلى من الجنة؟ أعندهم عرض أغلى من الجنة؟ فليساوموننا عليه. إن الله أعد للشهداء، إن الله أعد للشهداء في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. عندهم عرض مثل هذا؟ فليساوموننا عليه. أما الذي يريد ما عند الله فلا يقبل بهذه التنازلات. صاحب المبدأ الذي يريد ما عند الله لا يقدم ولا يضعف، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. إنما كان قولهم: قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الرجال فقط، حتى النساء تعلموا كيف يكون الثبات، حتى المرأة طالبة جنة وطالبة قرب من الله جل في علاه، لذلك أخذت بأسباب النجاة فنجت مع الناجين. لما أسلمت غزية العامرية أم شريك رضي الله عنها وأرضاها، فرقوا بينها وبين زوجها، وقادها قومها معهم، تقول: حملوني على شر ركابهم، حملوني على شر ركابهم، يطعمونني العسل ويمنعون عني الماء 3 أيام، حتى تقطعت كبدي، بل حتى ذهب بصري من شدة الجوع والعطش. فلما سار بنا المسير نصبوا خيامهم وربطوني تحت الشمس، والله يعلم بحالي. تقول: ربطوني تحت الشمس والله أعلم بحالي، يقولون لي: ارجعي عن دينك نطعمك ونسقيك. قالت: أبدا ما أرجع عن ديني ضربة عين، مهما كانت العروض، مع أنها في موقف يسمح لها أن تقدم تنازل، مع أنها في موقف تستطيع أن تقدم، ولا تثريب عليها ولا لوم، لكنها عزة المؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات. تقول: بلغ مني الأمر أن ذهب بصري وتقطعت كبدي من شدة الجوع والعطش، ودخلوا إلى خيامهم يشربون ويأكلون، ورأى الله صدقي ورأى الله حالي، فبين أنا على تلك الحال إذا بدلو معلق بين السماء والأرض، إذا بدلو ماء معلق بين السماء والأرض، تدلى فشربت منه وأنا الذي ذهب بصري، شربت منه ثم تدلى، ثم شربت منه ثم تدلى، ثم شربت منه واغتسلت وارتويت،
وتوضأت واغتسلت، وخرج القوم فإذا بالماء من حولي من كل مكان، فقالوا لي: من أين لك الماء يا عدوة الله؟ اسمعي بارك الله فيك. قالت: عدو الله غيري، عدو الله من أشرك بالله، عدو الله من يعصي الله، عدو الله من يحارب الله، عدو الله الذي لا يثق بما عند الله، من أين لك الماء؟ قالت: رزق رزقنيه الله. رجعوا إلى أوعيتهم وقرابهم، فعند الأوعية والقراب خبر اليقين، فإذا هي موكأة، إذا هي موكأة، فرجعوا إليها يقولون: والله إن الذي رزقك لهو الإله الحق، والله إن الذي سقاك لهو الإله الحق، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بثبات المؤمنة، بثبات الصادقة، أسلم القوم. فما بال النساء اليوم يتساقطن، ما بال المؤمنات اللاتي يدعين يضعفن أمام الشهوات والمغريات. لماذا سطرت أسماء الرجال والنساء على صفحات التاريخ؟ لماذا بشرت خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب؟ اسمعي بارك الله فيك المنزلة الرفيعة التي وصلتها خديجة. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوما، إذ جاءه جبريل فقال: يا محمد، هذه خديجة قد أتتك ومعها وعاء فيه طعام، أقرئها من ربها ومني السلام، أقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يقرئها ربها السلام، أي منزلة رفيعة وصلها الرجال والنساء في مرضاة ربهم جل في علاه. منهم من اهتز له عرش الرحمن عند وفاته، ومنهم من غسلت الملائكة بين السماء والأرض، ومنهم من كلمه الله كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان، ومنهم من قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخبرني أنه يحبك، إن الله أخبرني أنه يحبك، إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني بحبك. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. صدقوا فصدقهم الله، عاهدوا ووفوا بالعهود، الله اشترى وهم باعوا على أن يكون الثمن الجنة. عهد صادق ووعد سابق، ومن أصدق من الله قيلا. من أراد الوصول فعليه بالأصول، ومن سار على الدرب، من سار على الدرب وصل. هذه أخبارهم، هذه أخبارهم. فما هي أخبارنا اليوم؟ هذه بطولاتهم وبطولات شبابهم وشيبهم، فأين بطولات الشباب والشيب اليوم؟ هذه أخبار نسائهم، فأين أخبار نسائنا اليوم؟